بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حناخد الاول برينسيبل كومبوننت اناليسيس. برينسيبل كومبوننت اناليسيس ميثود. اذا انا الهدف انه انا بدي ابحث عن الاكسس. هاي مثلا عندي اكس اكسس وعندي واي اكسس. هاي اكس وهاي واي. ولقيت الداتا كلها منتشرة ها. بدي ابحث عن الاكسس. لو هذا هذا الاكسس اسمه يو اكسس اللي انا لو نزلت كل الداتا عليه بلاحظ انه الفارينس تاعت الداتا الانتشار تاعت الداتا هادي على هذا الاكسس عالي جدا. انتشار السبريد الانتشار عالي جدا او الفارينس التشتت عالي جدا لانه بكون في هذا الحال هو هذا قدر يعبر عن كل الداتا كده قدر يعبر عن كل الداتا الموجودة في المنطقة هذه. يعني القيم اللي تم انزالها هي بتعبر هي تجربة بتكافئ كل القيم الموجودة في المكان. فلكون عندك اكس يو بتلاقي حتلاقي ايش عندي كمان ايش واحد اسمه في اكسس في. طيب الان انا افرض انا عندي داتا بدي انا الان اشوف ليش الستيبس خطوه ستيبس اوف بي سي اي. بدي افرض ستيبس اوف بي سي اي من اجل الحصول على هذا مسميه بي سي اي 1 برينسيبل كومبوننت بي سي اي بي برينسيبل كومبوننت 1 ومسميه برينسيبل كومبوننت 2. فالستيب اوف بي سي اي اول حاجه انا باجي باخذ الداتا جيت ذا داتا. هاي الداتا مثلا هاي انه هاي علي مثلا وهاي سعيد. علي اخذ في الرياضيات هذا في الماث مثلا على سبيل المثال في الماث اخذ في الماث 80 اكس 1 واخد في الفيزيكس اكس 2 فيزيكس واخد في الانجليزي اكس 3 على درجاته. سعيد نفس الشيء اخد واي 1 واي 2 واي 3. هاد اول خطوة. وفي عندي مثلا عندي عوض كمان اخد سي 1 وسي 2 وسي 3. هدول درجاتهم في مين؟ درجاتهم في الماثماتكس في الماث وفي الفيزيكس في الفيزيك في الانجليزي. هذه اخذت الداتا هذه هي الداتا. اذا بسمي نقول هذا مثلا الماتريكس الماتر عندي ماتريكس اي اللي هي بتساوي اكس 1 اكس 2 اكس 3 واي 1 واي 2 واي 3 سي 1 سي 2 سي 3. خلصنا. باجي انا هنا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه باجي انا بدي اخذ ايش المين تاع كل ايش درجه هذه هذول الدرجات ايش المين تاعها. باخذ ايش والمين تاع هذه والمين تاع هذه تمام والمين ايش تاع هذه. بلاحظ المين بتاع الاولاني اللي هو درجات علي المين اوف علي جريدز اللي بتساوي سمشن اكس اي على الاي بتساوي من واحد ايش ثلاثة بتساوي اكس واحد زائد اكس اثنين زائد اكس ثلاثة على ثلاثة. والمين اوف سعيد جريدز اللي بتساوي سمشن على الواي اي نفس الاشي وتساوي واي واحد واي بتساوي واحد لثلاثة زائد واي اثنين زائد واي ثلاثة على ثلاثة والسمشن في جريد عوض اللي هي سمشن للسي اي سي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاثة على ثلاثة. اذا هل نسميها اكس مين هاي المين هذا المين وهذه واي مين وهذا السي مين تمام الان تمام. جبت انا ايش المين لكل درجة. رحت الان ايش بدي اعمل بدي اقول انا بدي انا اقول
A ترانسبوز هاد A، قلت عن هاد A ترانسبوز ايش بيساوي؟ داخل ترانسبوز بصير الكولوم، هذا كولوم، كولوم فيكتور، فيكتور بس ياخذ كولوم، بصير هذا اكس واحد اكس اثنين، هذا اكس ثلاثة، بعدين بصير واي واحد واي اثنين واي ثلاثة، بعدين سي واحد سي اثنين سي ثلاثة. تمام هيك؟ تمام. الآن جبت A فيكتور، ايش بروح اطرح بعمل؟ هذه الخطوة ايش؟ هاد أول خطوة، هاد خطوة، باخذ الميل الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة بعمل ايش؟ ترانسبوز. الخطوة الثالثة بعمل ايش؟ ترانسبوز. الخطوة الرابعة، رابع خطوة، رابع خطوة، رابع خطوة بروح بأطرح كل القيم فيرست رو، بطرحها من مين؟ من اللي هي القيم المين، بطرح مين؟ من المين بتاع القيم هدول، بطرح هدول القيم كلهم من مين؟ بطرحهم ناقص اللي هو ايش؟ ام اكس. هدول كل القيم بطرحهم من مين؟ ناقص ام واي. هدول كل القيم بطرحهم ايش؟ ناقص ام زد. يعني بتطلع الماتريكس الجديدة، الماتريكس الجديدة سميها مثلا، الماتريكس دي سميها A داش مثلا X تحت لتحت، زنها أو M إنه تم طرحها، بتساوي X واحد ناقص M X، X اثنين ناقص M، X اثنين ناقص M X، X ثلاثة ناقص M X، Y واحد ناقص ام واي، واي اثنين ناقص ام واي، واي ثلاثة ناقص ام ام واي، بعدين سي واحد ناقص ام سي، سي اثنين ناقص ام سي، سي ثلاثة ناقص ام سي. هاي انا ايش هيك عملت، عملت للايش الاحرى للدات، انا عملت لها ايش؟ سنتراليزيشن. بدل ما يكون المين هنا، بدل ما تكون المين كل الداتا هنا مثلا، المين هنا اصبح المين عند الصفر، كلها مين ايش؟ يعني تشفتت الداتا من هنا اصبحت ايش؟ كلها متركزه على الصفر، بس انها تبعدها عن بعض نفس الشيء، تبعدها عن بعض ايش؟ نفس الشيء. هاي المقصود، وانا حليت وانا وضحت هذا المثال في المحاضره السابقه. تمام. بعد هيك بروح باخذ ايش؟ الترابط ما بين هذا الرو مع الرو، هذا شوف ايش الفارينس او الكوفارينس، شوف الكوفارينس، الكوفارينس هل ايش معنى الكوفارينس؟ معنى انه مثلا لو انا اخذت في الانجليزي، مثلا لو انا اخذت في الانجليزي قيمة 10، تمام 10 في الانجليزي، هل انا في الماث أخذت 10؟ طيب لو أنا أخذت في الإنجليزي 6 2، هل في الماث 2؟ إذا كان أنا هذا بزيد وهذا بزيد، زاد مع بعض أو قل مع بعض، يعني أصبح قيم من هنا مثلا 10 و10، بعد كده أصبح قيم 2 و2، يعني هذا بتزيد هذا بتزيد، هذا بتنقص، في ترابط عالي جدا بينهم، يكون في إيش؟ ترابط إيش؟ عالي جدا. تمام. لو كان مثلا الاثنين بزيدن بزيدوا بيطلع في اسمها بوزيتيف كورليشن، كورليتد. لو اثنين بيقولوا مع بعض، بيقولوا مع بعض بس نيجاتيف كورليتد. لو واحد كل واحد لحاله، واحد بزيد واحد بنقص، كل واحد في واد، بنسميها اندبندنت، اندبندنت ايش؟ مستقلين عن بعض. تمام. ان كورليتد او ان كورليتد. طيب فبدنا نشوف الكوفارينس. الكوفارينس بتساوي الكورليشن، لانه المين بتساوي صفر هنا، المين ايش بتساوي؟ صفر. المين للداتا، للداتا هنا كلها، لهذه الداتا فوق ولا لهذه ولا هذه، كلها بتساوي ايش؟ صفر. بدي اجيب الكوفارينس بهاد وهاد وهاد وهاد، ترابط هاد وهاد، وبعدين ارجع هاد مع هاد وهاد مع هاد، وهي كل واحد مع نفسها، بعدين هاد مع نفسها وهاد مع هاد وهاد، يعني كل واحد مع نفسها ومع الاثنين ايش؟ الفيكتور الاخرين. فعشان اعمل هيك بدي اجيب ايش؟ الكوفارينس ماتريكس، كوفارينس ماتريكس، ماتريكس اللي بتساوي اوتو كورليشن ماتريكس،
اي ار اكس اي اللي هي اوتو كورليشن او خلينا اوتو او كروس كورليشن ماتريكس. كروس كورليشن ماتريكس كوفالنس او كروس كورليشن ماتريكس ليش؟ لانه الميم بيساوي ايش؟ صفر. انه الميم بيساوي صفر. كوفالنس ماتريكس اللي هي عباره عن انا ايش اللي هي بروح انا ايش بعمل كالتالي اللي هي بتساوي كوفالنس ماتريكس كوف الاي تساوي اي داش اي المين اي داش في اي تمام وتساوي اللي بتساوي سمشن اي وتساوي سمشن اكس اي ناقص اكس بار واي اي ناقص واي بار على ان ناقص واحد. هذا الكلام من المحاضرة اللي فاتت شرحته. عشان اطبق حاجة زي هادي عشان اطبق اشي زي هاد بعمل الاتي. عشان اطبق هذا الاشي بسرعة بعمل ايش؟ بعمل الاتي. بروح بقول هنا الكوفارينس ماتريس كوف اي بساوي اي ترانسبوز اي ترانسبوز في اي وكأنه وتساوي هاي الاي ترانسبوز هاد هي الماتريكس هادي اللي هي اكس. خلينا نسمي هذا مثلا كل واحد من هدول اسميها اكس 1 ام وهل سميها ايش واي 1 ام ونسميها سي 1 ام تمام. فحاطين هنا اكس 1 ام اكس 2 ام وهنا اكس 3 ام تمام وهنا واي 1 ام واي 2 ام واي 3 ام وهنا سي 1 ام سي 2 ام وسي 3 ام. يعني هاد كلها كل واحد من هدول بتمثل قيمة هذه. بروح انا ايش بعمل اي ترانس هذا الاي ترانسبوز بضربها في مين؟ في اي الاي هي عكس هذا اللي هي الاولانيه اللي في ايش هذه اي ترانسبوز هذا اي ترانسبوز في اللي هي ايش لو هذا انا سميتها اي ترانسبوز بتكون ايش الاي بتكون عكسها عكسها اللي هي عباره عن ايش عكسها اللي هي بدل ما تكون رو بتكون كولوم هذه اكس 1 ام بدل ما تكون رو بتكون ايش كولوم اكس 2 ام اكس 2 ام وهذه اكس 3 ام هنا واي 1 ام واي 2 ام واي 3 ام هنا سي 1 ام سي 2 ام سي 3 ام تمام. في انا ممكن واحد يكون يقول لي دكتور انت ممكن دكتور انت هذه تسميها هذه انا بعد ما عملت هاي اول هاي الداتا هيك صح فيكتور بعدين انا رحت حطيت ايش ممكن تسميها ايه ممكن تسميها ايش ايه تمام ممكن تسمي هاد ايه بدك تسمي هاد ايه فيكتور اتس اوكي هاد ايه هاد تسميها انا بفضل انك هاد تسميها ايه خليك تسميها ايه ارفع الترانسبوز ارفع ايش الترانسبوز سمي هاد ايش سميها ايش ايه سمي الماتريكس هذه ايه والغي لي هذه سمي لي الماتريكس انا مع محاولة ايه تصير انا عندي هنا ايش تصير انا عندي الماتريكس هذه اسمها ايه مش ايه ترانسبوز اسمها ايه تمام فبدك تاخذ هنا انت ايه ترانسبوز في ايه او ايه في ايه ترانسبوز خد هاي اي في اي ترانسبوز هاد اي وهاي في ايش في اي ترانسبوز تمام. الان انت عم خدت الكوفارنس ماتريكس هادي في هادي هيطلع نتيجة هادي تضرب ايش بيصير هادي تضرب هاد هذا اول رو في اول فيكتور هيطلع ايش اللي هو ايش قيمة هاد
بعدها حتطلع قيمة هان أول رو ترابط، تعمل ترابط إيش الكوفالنس بين أول رو مع نفسه مع الرو الثاني مع الرو الثالث، هي الرو الثاني والرو الثالث، هيطلع لك هان، وهذا نفس الإشي الرو الثاني بتعمله مع مع الأول مع نفسه مع الثالث، حيطلع واحد اثنين ثلاث، وحيطلع واحد اثنين ثلاث. الماتريكس الجديدة حتطلع، حتلاحظها ان الماتريكس الجديدة حتطلع هي عبارة عن ايش؟ سيمتريك ماتريكس، يعني كل القيم اللي هان هادي نفس هادي، وهاد نفس هاد، وهاد نفس هاد، وهاد القيم هي ايش؟ دياجونال، سمي الدياجونال. هاد ايش حتطلع؟ ايش؟ سيمتريك ماتريكس، تمام. فهذه الان السيمتريك ماتريكس، هذا السيمتريك ماتريكس ممكن تحليلها، هذا السيمتريك ماتريكس اللي هي مثلا سميها اكس، سميها زد، هذا السيمتريك ماتريكس ممكن تحليلها الى الاتي، نقول كده تحليل الزد، زد في واي، زد في واي، زد في في بتساوي، زد في في بتساوي لامدا في 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 سيجما. هذا ممكن تحليل الآتي، زد في في، زد في في بتساوي ايش؟ اول حاجة الزد هي هذا الكوفالنس ماتريكس، هذا هي، والفي هي عبارة عن ايش؟ ايجن، اي ايجن فيكتور ماتريكس، ايجن فيكتور ماتريكس اللي هي بتساوي هاي مثلا، هيعطيني في واحد، هاي كولوم واحد، هاي في اثنين، وهاي في ثلاثة، برضو نفس الاش ثلاثة في ثلاثة ماتريكس، هذه بتساوي في 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 ايش؟ في جاما، الفي نفسها هي الفي هذا والفي هذا، الجاما هي عبارة عن ايش؟ ماتريكس ثلاثة في ثلاثة، بس فيها حاجة اسمها لمضة واحد ولمضة اثنين ولمضة ثلاثة والباقي صفار، تمام. اذا هذه ممكن احللها بهذا الشكل. طيب اول حاجة ايش معنى هذه وايش معنى هذه؟ ايش معنى هذه وايش معنى هذه؟ لاحظ معي، لو انا اخذت هذا الاي ضربتها في في، هذا الاي ضربتها في واحد، يعني لو انا اخذت الماتريكس زد، هي الماتريكس زد، هي الماتريكس زد، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واخذت فيكتور واحد، في واحد، في واحد واحد، في واحد، في اثنين واحد، في ثلاثة واحد، هذا بتساوي لو اخذت مع هي ضربتها حتساوي اول هذا من ايجن فاليو، تساوي لامدا، بتساوي لامدا واحد في مين؟ في في واحد واحد، في اثنين واحد، في ثلاثة واحد، وهكذا. لو اخذت هذا في الفكتور الثاني حتساوي، انت لو حللتها حتساوي لامدا اثنين في الفكتور الثاني، هاد في الفيكتور الثالث، او لامدا 3 في الفيكتور الثالث، لو جمعتهم كلهم بجمعهم ايش؟ بهذا الشكل. لو ايش لاحظت؟ ان هذا الكوفارينس هادي ضربته هان، وهادي هادي ضربته هان، وهاد ضربته هان، وهاد ضربته هان، حتطلع نفس القيمة لامدا واحد. أول حاجة هادي الأيجن فيكتور هي عبارة عن ايش؟ البرنسبل كومبوننت، هي عبارة عن ايش؟ البرنسبل كومبوننت هي عبارة عن الاكسس اللي انا بدي اياها، الاكسس ريكوايرد اكسس، هذا واحد. رقم اثنين، طب انا بدي الاكسس اللي بعطيني اللي عنده اكثر ايش؟ عنده اكثر سبريد، عنده السيجما تاعته عالية جدا. ايش بتلاحظ؟ انه الفيكتور اللي له اكبر، هي لاحظ الفيكتور، هذه قيم الفيكتورز، قيم الاكسس 2 اي 7 جي
تسعة كي، هاي القيم ايش اللي هو ايش الفيكتور مثلا، الفي واحد، الفيكتور في واحد. لاحظ انه لما اضرب في لامدا، كل ما كانت لامدا كبيرة معناه انه كان ايش انتشاره، السبريد تاعه ايش عالي، قيمه ايش بعيدة عن بعض. فاللامدا هذه بتدل على ايش، على على الفاريانس، على التشتت، على السبريد، القيم تحته بعيد عن بعض، وبالتالي اذا كان قيمه بعيد عن بعض معناه بيقدر يمثل اكبر قيمه من البيانات. يبقى كلما زادت اف لامدا انكريزز، اف لامدا انكريزز السيجما، طبعا الفارينس اوف ذا فيكتور، اوف ذا فيكتور انكريزز بتزيد، اوف ذا السيجما اوف ذا، وبالتالي اي كان ريبريزنت the more data, more data by this vector. by ايش this vector اللي هو الفيكتور اللي هو هذا الفيكتور. تمام. فخلاص اذا هيك انا بقدر ايش ايش انا اختار 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 الفيكتور انا بدي اياه. بقدر اختار انا الفيكتور اللي انا بدي اياه، بطلع على مين لقيم ايش لامدا. اذا السؤال انا كيف انا بدي احصل على لامدا والفيكتورز من هان او من هان، من هاد وهادي، عن طريق هاي القانون A، هاي A، هاي A في V، A في V، حط على الشق الثاني ناقص لامدا في V، خذ الديتيرمنت بتساوي ايش صفر، خذ الديتيرمنت ايش بتساوي صفر. فانت بتحل هذه المعادلة، بتحصل على ايش قيمة لامدا وقيمة في. حنشوف احنا كيف بتحصل على قيمة لامدا وقيمة في، حناخد مجموعة من ايش من الامثلة على هذا الكلام كيف بحلها في المحاضرات القادمة، او بستخدم اللي هو في فانكشن جاهزة بتخليني احصل على كل قيم ايه، قيم ايه وفي، ايه وفي ولامدا، بحيث ان احصل على الاكسس اللي عنده ايش اعلى فارينس، اعلى تشتت، اختار هو اللي يمثل لي ايش، يمثل لي الداتا. تمام. هيك هذه الخطوات بتاعت ايش، الخطوات بتاعت البرنسبل كومبوننت اناليسيس. المحاضره الجاي بدنا نتعلم ناخذ مثال عادي ومثال حي نيوميريكال اكزامبل، ونحسب فيه اللي هي الفيكتور 1 ولامدا 1، وان شاء الله حنطبق على الماتلاب ونشوف كيف انا عملت ايش الريدكشن للدايمنشن للداتا، بدل ما اعبر الداتا مثلا في 10 رو 10 كولوم، عملها 10 رو 2 كولوم بس. تمام وشكرا.